في منتدى الإعلام في مدينة القلوب الدافئة، مدينة الفولاذ والزجاج، أتينا من كل فجاج لنرى الإعلام ونشكو ذلك الإعلام. أندية وأودية ولبس أردية، وفيه للدراما سوق فظيع يباع فيه كل شيء، الدين والأخلاق والشرف الرفيع. لبست بردة النبي دخلته على استحياء، من ساءة التسبيح والتهليل والترجيع، فوجدته تجاره من كل صوب، فهذا واقف ليشتري وذاك قاعد لكي يبيع. فأجاءني تجاره من كل صوب، صحفيهم شاعرهم كاتبهم حتى المذيع، يساومونني في بردة النبي. أقسمت أني عابر في السوق، لا أشتري في السوق أو أبيع. فانقلبوا يتفكهون، أبردة ونحن في الربيع؟ فأجبتهم أي ربيع، إن لم يكن نظارة خضراء يلبسها الجميع، كي يروا الهشيم برسيما والتبن كالربيع. فانصرفوا يتفكهون، ماذا يقول ذلك المجنون؟ أبردة ونحن في ربيع؟ أبردة للحر والصقيع؟ يستهزئون بالجلباب، وخلفهم يوم الحساب. لم يرجعوا وراءهم ليقرأوا في قلم البراق، الريح إن لم نرها نقرأها في كل نافذة في كل باب، نقرأها في أوهن الأوراق. فأين يذهبون؟